الفراعنة والإغريق والرومان والمسيحيين كلهم سابوا بصمتهم على مصر من أيام ما السيدة مريم والسيد المسيح دخلوا مصر، فهي بلد الأمن والأمان. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. البقيع الصغير، وهي مدينة السيدة عائشة، سميت بهذا الاسم لكثرة الأولياء اللي حكموا مصر. في مدينة الألف مأذنة عقيدة واحدة أكتر من أي عقيدة تانية شكلت الأغلبية العظمى عند المصريين، عقيدة فيها التسامح وتقبل الآخر والتعايش السلمي مع جميع الأديان. هنا اتبنى جامع عمرو بن العاص، جامع واحد كان هو حجر الأساس في مصر، وهو أول بيت مسلم للصلاة مش بس في مصر بل في كل إفريقيا. المساجد اللي هي تضم الحضارة الدينية والحضارة المعمارية، اللي هو بقى بنبدأ عليهم ندخل، اللي هو مسجد محمد علي باشا اللي هو موجود في قلعة صلاح الدين، اللي هو اللي انشأت سنة 1136 هجرية. والمسجد ده برضو فيه تحفة معمارية جميلة جدا، لدرجة ان السياح نفسهم بيجوا بيستحظوا بمدى الزخارف اللي معمول، وده يعتبر من اول المساجد اللي اتبنت في مصر على الطريقة العثمانية. وان الذين يحرمون الصلاة في المساجد التي بها مراقد أو مقامات آل بيت رسول الله خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لقول النبي القبر إما أن يكون حفرة من حفر من النار أو روضة من رياض الجنة، أو يشك عاقل أو متزن أن آل بيت رسول الله تكون حفرة من النار؟ لا، ولكن كل مقاماتي ومراقدي آل بيت رسول الله طاهرة مطهرة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فتلك المراقد طاهرة مطهرة. بننزل على مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن، ودول من أبهر المساجد تاريخيا. مسجد الرفاعي عبارة عن عدد فدادين في الوقت دوت، وكانت بتسمى المنطقة ديت بتاعته بالرماية الصغيرة، وكان قصد منه على طول اللي هو مسجد السلطان حسن. ومسجد الرفاعي دوت بقى يعني يحكوه الكثير من الأساطير، من أهمها إن مدفن أسرة العيلة المالكة في مصر هو مقابر أحمد الرفاعي، وما زالت إلى هذا الحين دفن فيها العديد من الشخصيات الهامة الملكية. فقط دفن فيه شاه إيران رضا البهلاوي، والدفن فيه فريدة الملكة فريدة، والدفن في عدد كبير من أسرة محمد علي. بالنسبة لمسجد السلطان حسن، فهو مسجد لا يقل قيمة عن مسجد الرفاعي، وده معمول في نفس تقريبا العهد اللي أنشأ فيه مسجد الرفاعي. مسجد السلطان حسن ده كان بيتميز بحاجتين،
ان المسجد نفسه كان تاريخي وكان فيه جزء منه للحكم، كان بتوسطه سلطان حسن. وطبعا برضو كان فيه مع مرور الوقت والزمن اتاخد مسجد السلطان حسن اللي هو الجزء تحت الأسر اللي هو كان معمول بالسراديب، اتاخد بقى فيما بعد بقى للتمثيل زي فيلم حسن الهلالي وأفلام كتير كده اللي هي بتبقى قديمة. احنا المصريين بنعتنق فكر معتدل للإسلام، في رحمة بعيدة كل البعد عن التعصب، متمسكين بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك.